على المستوى العالمي وليس على مستوى كرة الطائرة الآسيوية. هذا الذي يظهر أمامنا شيميزو اللاعب الأشول المميز متر 92. خمسة خمسة، وأيضا الرد القوي من المنطقة الخلفية الهندية. سنتحدث عن الهند ونتحدث أيضا عن اليابان، ولكن حتى الآن اللقاء متكافئ وصحوة هندية في الشوط الأول. محاولات ضربة سريعة، لا زالت الكرة في حوار. مرة أخرى بناء هجمة جديدة من مركز ثلاثة دفاعات هندية. حوائط صد إعداد من المنطقة الخلفية تعود سهلة للمنتخب الهندي، ربما نقطة ولكن الدفاعات اليابانية حاضرة. شانس فول ممكن الاستفادة بهذه النقطة. المنتخب الهندي 6-5، رائعة جميلة من مركز ثلاثة. جوفان داراجان نقطة سادسة. موهان صانع الألعاب المميز في المنتخب الهندي، والإرسال لدى اللاعب نافجد. إذن اليوم عدة لقاءات على مستوى الرجال في تحديد المراكز أيضا. نقطة التعادل تأتي للمنتخب الياباني من خلال مركز أربعة، ضربة ساحقة بحائط صد مفرد هندي. انطلقت هذه المنافسة في لعبة الكرة الطائرة على مستوى الرجال بمشاركة 16 منتخب. المجموعة الأولى ضمت كوريا الجنوبية، قطر، كازاخستان، الصين، تايبي. المجموعة الثانية اليابان، المملكة العربية السعودية، باكستان، الكويت. المجموعة الثالثة إيران، الهند، المالديف، هونغ كونغ. وجاءت المجموعة الرابعة بخيار تايلاند والصين، تركمانستان، ميانمار. لعبت الأدوار الأولى، الدور الأول بطريقة دوري من دور واحد، الدور التمهيدي. تأهلت عن المجموعة الأولى منتخبات كوريا وقطر، وعن المجموعة الثانية اليابان والكويت، عن المجموعة الثالثة إيران والهند، المجموعة الرابعة الصين وتايلاند. هذه نقطة ثامنة للمنتخب الياباني. تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الأول في الشوط الأول. اليابان الهند في الطريق نحو نصف نهائي هذه البطولة. لقطات سابقة ولكن الأبرز فيها اللقطة الأخيرة. اللقطة الأخيرة تحتاج حديث وتحتاج كلام. إخصائي المنتخب الإيراني الذي ينتقل من كل مباراة ومباراة ومن كل دولة ودولة. التطور الكبير في عالم الكرة الطائرة الإيرانية عبر القارة الآسيوية. نقطة تعادل
8-8. رابا جاران القدوم في تمويه منتصف الشبكة ونقطة هندية. في المرحلة الثانية لعبت أيضا الفرق المتأهلة في مجموعتين، إيران كوريا قطر الهند اليابان الصين تايلاند الكويت، لعبت أيضا دوري من دور واحد. المنتخبات التي لعبت في الدور التمهيدي لا تلعب مع بعضها في الدور الثاني وتحتسب نتيجة الدور التمهيدي. تأهلت بعد ذلك هذه المنتخبات إلى هذه المرحلة بعد الترتيب النهائي. جاءت إيران أول، كوريا ثاني، قطر ثم الهند. على مستوى المجموعة الثانية اليابان الصين تايلاند الكويت. وهذه أولى منافسات هذه المرحلة التي تجمع منتخبين. الهند واليابان. اللقاء الثاني سيجمع قطر والصين وأيضا كوريا وتايلاند وإيران والكويت. وكل هذه اللقاءات ستؤهل الفائز إلى نصف النهائي، حيث أن الفائز من لقاء قطر والصين سيواجه الفائز من إيران والكويت في مجموعة واحدة. بالنسبة للمنتخب أو هذه المجموعة تضم منتخبين عربيين خليجيين، قطر والكويت. على مستوى المجموعة الثانية الهند ستواجه اليابان في هذا اللقاء الذي يجرى أمامنا. كوريا الجنوبية ستواجه الكويت. الفائزان سيلعبان لقاء نصف النهائي. تقدم الهندي 11 مقابل 10. يعني هذه المرحلة أعطت الأمان للمنتخبات التي حصلت على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل العودة وربما إحداث مفاجأة والوصول إلى نصف نهائي ونهائي هذه البطولة. بالتأكيد نتحدث عن 4 منتخبات، هي قطر والهند وتايلاند والكويت. محاولات مرة أخرى إلى مركز 4 ولكن الملامسة في حوائط الصد تعطي النقطة والأفضلية للمنتخب الهندي. هذه المباراة يقودها التايلندي ونسيروت. ويعاون الحكم الكوري كيم جي. المنتخب الهندي المراكز ايضا على مستوى المنتخبات التي لم تتاهل الى دور الثمانية او المرحلة الثانية. لقاء تحديد المراكز من 9 الى 12 وكذلك لقاء تحديد المراكز من 13 الى 16.
المركزين 15 و16 المالديف وهونغ كونغ 13 و14 ميانمار وتركمانستان على مستوى المركز 11 و12 المملكة العربية السعودية وباكستان المركز 9 و10 كازاخستان والصين تايبي لا يزال المنتخب الهندي متقدم 15 مقابل 14 الوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط الاول 16 مقابل 14 التقدم الهندي بقيادة المدرب جارودا بورام الوقت المستقطع الفني الثاني العودة والمحاولات اليابانية تأتي من نقطة 15 من مركز 3 الاعداد والتمويه والضربة الساحقة ودائما من خلال اللاعب ديكيتا 1.99 متر صانع الالعاب فوكاسو الرد السريع الهندي من قبل جوفاندا راجان 2.5 سم نافجيت 2.5 سم عمالقة ايضا هناك في حضور المنتخب الهندي في هذه البطولة قدم مستويات كبيرة في بطولة كاس اسيا الشهر الماضي المنتخب الهندي النقطة 16 فارق نقطة يونياما يوتا على الإرسال المحاولات الهندية حوائط صد يابانية نقطة 18 هندية فنية رائعة تبديلات في ملعب المنتخب الياباني مشاركة اللاعب ياناغيدا وخروج ديكيتا ياناغيدا على الارسال ولكن الارسال خاطئ لم يؤدي المهمة التي قام بها بالشكل الصحيح مرة أخرى شيميزو حاضر بالمركز 2 يقلص الفارق إلى نقطة 18 مقابل 19
ارسال استقبال هندي اعدادي الى مركز ثلاثة خارج ارض الملعب. نقطة تعادل ودائما لمصلحة المنتخب الياباني. المنطقة الخلفية تأتي بالنقطة 21 واتساع الفارق إلى نقطتين. أداء حتى الآن يعتبر جيد من لاعبي المنتخب الهندي بفارق نقطتين على منتخب اليابان، وتدخل سريع من قبل المدرب نابو ماساشي في طلب الوقت المستقطع لاستدراك ما تبقى من نقاط هذا الشوط. النقاط المهمة في هذا الشوط. نتابع الاستقبال تيميزو حوايط الصد، لا زالت الكرة لمصلحة المنتخب الهندي. 22-19 ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. الإصرار العزيمة يؤدي إلى الوصول إلى الهدف بكل تأكيد. إرسال نافجد ايضا وقت مستقطع ثاني للمنتخب الياباني، ولكن شكل الشوط كده ذاهب للمنتخب الهندي. يعني المنتخب الياباني فكر في الشوط الثاني. عورة المنتخبين، نعتذر دائما عن انقطاع والتشويش الحاصل في الصورة المبثة من المصدر. في اللقطات السابقة نقطة يابانية 20-23، خروج شيميزو ومشاركة اللاعب الياباني إشكاو. محاولات مهمة يابانية ولكنها إلى الخارج. 24-20 الكرة خارج. النقطة هندية، نقطة شوط، نقطة شوط أول. إذن المنتخب الهندي في اللقطة السابقة
يحقق الفوز في الشوط الأول من خلال حوائط الصد العملاقة المتماسكة من مركز 3 ومركز 2، ودائما لمصلحة المنتخب الهندي. كان هناك اعتراض أن الكرة داخل أرض الملعب أو خارج أرض الملعب، ولكن ربما في الإعادة توضح بشكل أكبر، وفي النهاية نقطة هندية. أبرز إحصائيات هذا الشوط وكذلك أبرز لقطات ما جاء في الشوط الأول من هذا اللقاء. إذن العودة مع انطلاقة الشوط الثاني من لقاء اليابان والهند. الشوط الأول انتهى هندي 25-21، ومع انطلاقة الشوط الثاني البداية اليابانية وحوائط الصد والدفاعات الهندية حاضرة. ضرب من مركز 4 تعود سهلة مرة أخرى للمنتخب الياباني من مركز 4، نقطة تسقط في منتصف ملعب المنتخب الهندي. المنتخب الياباني في هذا الشوط سيكون مختلف عن الشوط الأول بكل تأكيد. المنتخب الهندي فاجأ المنتخب الياباني في انطلاقة الشوط الأول وفوز بنتيجة 25-20. الإعداد الرائع من قبل صانع الألعاب موهان، صانع ألعاب بطول 1.90 متر رائع. اللقطة السريعة من مركز 3 في ملعب المنتخب الهندي، نقطتين مقابل نقطتين. جوفاندا درجان على الإرسال. المحاولات اليابانية من مركز 3 تأتي بالنقطة الثالثة أيضا. مشاركة العملاق الصغير الهندي أو عفوا الياباني ياموشي 2.04 متر، 19 عام، اللاعب رقم 12. جيميزو حاضر من المنطقة الخلفية، وأيضا تنويع الهجمات إلى مركز 4، ولكن الحضور الاستيقاظ التواجد من خلال حوائط الصد الهندية. عاملين شغل الهنود، عاملين شغل في هذه المباراة. 3-3 إرسال استقبال ياباني، إعداد تمويه ونقطة. نقطة كرة ساقطة خلف حوائط الصد، لم تجد أي لاعب هندي. كانت هناك محاولات من قبل جوريندر، ولكن النقطة احتسبت للمنتخب الياباني. القائد كوشيكاوا على الإرسال، فلاي سيرف. محاولات هندية أيضا من مركز 3، دفاعات إلى خارج أرض الملعب. 4-4.
أيضا هندية. بحوايط صد رائعة تضيف النقطة الخامسة. خمسة أربعة إرسال. وجاهزية الاستقبال في ملعب المنتخب الياباني، ولكن الإرسال لم يعبر الحافة العليا من الشبكة. خمسة مقابل خمسة. يا موشي على الإرسال. المحاولات الهندية، حوايط صد، تعود الكرة سهلة بنا هجمة جديدة يابانية تميزوا من المنطقة الخلفية، لا زالت الكرة في حوار، ومن مركز أربعة حوايط صد تعود ربما نقطة هندية ساقطة رائعة، ولكن اللاعب في المنطقة الأمامية والخلفية كرة ساقطة رائعة جميلة. موهان صانع الألعاب يعطي النقطة والتقدم لمصلحة المنتخب الهندي. متكافية المباراة، متكافئة بشكل كبير على مستوى الشوط الأول وانطلاقة الشوط الثاني أيضا، ولكن المنتخب الهندي ظاهر بشكل مختلف ورايح ونقطة. الى خارج ارض الملعب هذه النقطة وهذه اللقطة. سبعة سبعة. تكنيكال تايم اوت الشوط الاول اتى بنتيجة ثمانية سبعة، وهذه المرة ايضا ستكون النتيجة ايضا ثمانية سبعة لاحد المنتخبين. ربما المنتخب الهندي في هذه اللقطة الجميلة الرائعة والتمويه الجميل بالفعل. تكنيكال تايم اوت 8-7 الهند، شوط مقابل لا شيء الهند أيضا. الوقت المستقطع وعودة المنتخبين الهندي والياباني. الرد السريع الياباني بنقطة التعادل من مركز ثلاثة. صعب صعب أن لا تكون اليابان في نصف نهائي هذه البطولة، ولكن عالم الطائرة لا يعرف المستحيل ولا يعرف إلا من يعمل من أجل الوصول إلى الهدف. ليس بالكلام ولكن بالفعل كما هو الحاصل الآن أمامنا في محاولات المنتخب الهندي والإصرار على تحقيق الفوز على أعرق المنتخبات وحامل الألقاب في كرة الطائرة الآسيوية المنتخب الياباني.
مرة أخرى الحوار قائم والتقدم الياباني أيضا حاضر في اللقطة السابقة. خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب هذا الإرسال من اللاعب تشيميزو. إرسال هندي خاطئ من اللاعب جوريندر، متر وخمسة وتسعين. تقدم بنقطتين في المباراة وليس في الشوط الثاني، في المباراة كاملة حتى الآن في الشوط الأول وحتى هذه اللحظة أول تقدم بنقطتين للمنتخب الياباني 12 مقابل 10. تقليص الفارق إلى نقطة ومن خلال هذه اللقطة وإضاعة الإرسال. محاولات داخل أرض الملعب، الكرة داخل أرض الملعب من خلال اللاعب يوتيا مايوتا. إذن مرة أخرى نعود ومع انقطاع البث الخارج عن إرادتنا بكل تأكيد من خلال المصدر الناقل لمنافسات هذه البطولة والضغط الكبير على الأقمار الصناعية والمتابعات الجماهيرية في مختلف العالم وبالتحديد عبر القارة الآسيوية وعبر قنوات بين سبورت الرياضية. وهذه المباراة في شوطها الثاني بين كرة الطائرة الهندية واليابانية. هذا وقت مستقطع مع التقدم الياباني في الشوط الثاني. العودة مرة أخرى بعد نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط الثاني. الإرسال ياباني ومن خلال اللاعب يوتيا مايوتا. فلايسر استقبال هندي، فارق ثلاثة نقاط، محاولات من مركز أربعة تصطدم بحواية الصد اليابانية. نقطة هندية بقيادة جوريندر. لاحظ الكرة اصطدمت بشيميزو في مركز اثنين. برابا جاران حاولات تموي شيميزو حاضر. شيميزو من مركز اثنين لسعة يابانية. تبديل
ايضا مشاركه اللاعب يانا غيدا وخروج ديكيتا. ارسال لايسر قوي نقطه. تبديل موفق. التبديل من اجل الارسال. لاعب في اعتقادي انه تخصص فقط تخصص ارسالات. لم ينجح في التبديل الاول في الشوط الاول، ولكن في هذه المره اللاعب تخصص ارسالات. اللاعب يا ناغيدا ارسال قوي ساحق، وايضا يبدو ان الكره لامست لاعبي المنتخب الياباني في المنطقه الخلفيه بالتاكيد، واحتسبت لمصلحه المنتخب الهندي. تهيئه وجاهزيه. ونقطة يابانية. مرة أخرى المحاولات وفارق ثلاث نقاط والنقطة هندية. كرة ساقطة. دفاعات يابانية رائعة جميلة. احتسبت خطأ، لأن الكرة لشرح هذه الكرة للمشاهدين فقط، أن الكرة لم تعد من خارج العصا الهوائية، عادت من داخل مجال لعب المنتخبين، أي داخل مجال اللعب من داخل ملعب المنتخب الهندي. بالتأكيد تحتسب خطأ خارج أرض الملعب. 21-17 يبدأ أن الشوط هندي. واحد وعشرين سبعة عشر. لقطة رائعة. Don't worry, nothing happened. Nothing happened. You can fight. You can fight. You can fight. Just slow हो रहा है आपका. Block नहीं हो रहा है. Block की touch ही नहीं हो रहा है. Without touch they are hitting. Block you go, then only you can. Come on, fight. Come on, ready, ready, ready. تبديل ايضا. تبديل في ملعب المنتخب. الياباني مشاركة صانع العاب بديل هو اللاعب كوشي بديل اللاعب فوكاتسو. Number 2, number 20.
لقطة جميلة تصطدم باللاعب يوتياما يوتا وتعطي الأفضلية والنقطة لمصلحة المنتخب الهندي من خلال ضربة اللاعب جوريندر. نافج يتعالي الإرسال 18-22 الشوط الثاني. الاستقبال الياباني من المنطقة الخلفية شيميزو، الدفاعات الخلفية الهندية 23 نقطة يابانية، فقط نقطتين والمنتخب الياباني قريب ومرشح وبكل تأكيد لتحقيق الشوط الثاني وانطلاقة الشوط الثالث. تبديلات ايضا في ملعب المنتخب الهندي. وهذه المرة مشاركة اللاعب الهندي تاتاريا لافمن متر و94. الفرصة الأخيرة للمدرب الهندي في طلب الوقت المستقطع. You can get it. Slow or I upload it. Complete or slow, I no combination, nothing. Only I play, I ball playing. On service, miss ball, not missing. Ready. نقطة 19 للمنتخب الهندي ومن مركز 6 في المنطقة الخلفية. وربما نهاية شوط ياباني خلال اللقطة السابقة أو اللقطة الحالية. نتابع. إذن نهاية الشوط بالفعل 25 مقابل 19. الشوط الأول 25-20 للهند، 25-19 لليابان، شوط مقابل شوط بانتظار انطلاقة الشوط الثالث بعد فترة توقف قرابة الدقيقتين. إذن مع انطلاقة الشوط الثالث من هذه المباراة أولى منافسات الربع النهائي الأسياد أنشون بكوريا الجنوبية، الهند واليابان نقطة مقابل نقطة، شوط مقابل شوط، تكافؤ وندية في هذه المباراة والمفاجأة الهندية بمقارعة الكمبيوتر الياباني. المحاولات الاستقبال لإعداد الضرب من المنطقة الأمامية اليابانية، ومرة أخرى حوائط صد ونقطة هندية ثانية. اثنين. شيميزو استقبال سهل، استعداد لضربة هجومية رائعة من مركز 3 بحضور النافجين مترين وخمسة سنتي.
ثلاثة اثنين. إرسال خاطئ، إرسالات كثيرة خاطئة في ملعب المنتخب الهندي. ولأخذ جولة أيضا على أبرز اللاعبين خلال الشوطين الأول والثاني على مستوى المنتخب الياباني. هناك بكل تأكيد اللاعب والقائد كوشيكاوا ب 12 نقطة، يليه شيميزو ب 9 نقاط على مستوى أو ب 10 نقاط بحسب النقطة الأخيرة التي حضرت. على مستوى المنتخب الهندي هناك تألق واضح من ثلاثة لاعبين بقيادة جوفيندا داراجان بالإضافة إلى اللاعب جوريندر وكذلك اللاعب برابا جاران. تتضح من خلال أفضلية اللاعبين هناك ترابط، هناك جماعية أكثر في ملعب المنتخب الهندي. شوط مقابل شوط، أربعة مقابل أربعة. إرسال ياموشي العملاق الياباني الصغير مترين وأربعة سنتي حيطت خارج أرض الملعب. التقدم الهندي مرة أخرى الحوار قائم والرد الياباني من خلال حوايط الصد. تقدم 6-5. حايط صد ثلاثي متماسك قوي. تمويه رائع تكررت كثيرا في الشوط الأول والثاني وهذه المرة أيضا ودائما بحضور اللاعب برابا جارا. سبعة سبعة، ثمانية سبعة. تكنيكال تايم اوت، التكنيكال التايم اوت الاول ثمانية سبعة تكرر في ثلاثة اشواط الاول والثاني وهذا الثالث. الشوط الاول ثمانية سبعة هندي والشوط الثاني ثمانية سبعة ياباني، الشوط الثالث ثمانية سبعة ايضا هندي. دلالة كاملة على اقتراب وأيضا تكافؤ في النقاط على مستوى المنتخبين. 25-20 25-19 أيضا وهذه المرة 8-7. النقاط ليست ببعيدة. Oh!
محاولات مرة أخرى من المنطقة الخلفية نقطة هندية. برافو 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 جارنا. حتى الآن من أفضل اللاعبين على مستوى المنتخب الهندي. أفضل المسجلين على مستوى المنتخب الهندي اللاعب برافا جارا 12 نقطة. محاولات ولا زالت هناك أيضا بعض التقطيع في البث الواصل من المصدر. ملامسة العصا الهوائية تعطي النقطة والأفضلية لمصلحة كرة الطائرة الهندية. إرسال استقبال شيميزو حائط صد جميل رائع من قبل اللاعب ماندوراي راجا يتصدى لكرة اللاعب شيميزو. حائط صد مفرد جميل في اللقطة السابقة. الرد الياباني والدفاعات الهندية. شانس بول ربما الاستفادة منها من مركز أربعة ولكن الحضور القوي. والصافرة تأتي أيضا من الكوري بملامسة الشبكة أو العبور. تجاوز تجاوز خط المنتصف. نقطة تاسعة يابانية. عشرة. الارسال الهندي ماندوراي راجا خارج ارض الملعب. نقطة 11 يابانية. فرط فرط لاعب المنتخب الهندي حقيقة في العديد من النقاط من خلال اضاعة الارسالة. انها ملامسة للاعبي المنتخب الهندي. الاحتجاج الاعتراض جارودا بورام. نعم 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 ما فيها كلام. جوفيندا راجا الكرة لامست باللاعب جوفيندا راجا. الكرة ايضا صحيح صحيح. برافو برافو. الكرة خارج. الكرة لامست حافة الشبكة ولم تلامس لاعبي المنتخب الياباني. صحيحة. النقطة يابانية. تخليص الفارق وبدون حوائط صد يأتي اللاعب جوفاندا راجان صاحب المترين وخمسة سنتي. لاحظ لا يوجد أي حائط صد ياباني تصدى للقطة السابقة 15-13.
المحاولات مرة أخرى شيميزو، ولكن حائط صد رائع. هندي 16-13 تكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط الثالث. لقطة جوريندر في اصطياد كرة اللاعب شيميزو. اعتراف الهند اعتراف كرة الطائرة الهندية. المستقطع الفني الثاني الشوط الثالث. ودائما التقدم لمصلحة المنتخب الهندي. فارق 4 نقاط. وقت مستقطع اخر يطلب مدرب المنتخب الياباني نامو على المستوى العالمي وليس على مستوى كرة الطائرة الآسيوية. العودة مرة أخرى وإرسال اللاعب موهان صانع الألعاب المميز في صفوف المنتخب الهندي حقيقة. والرد السريع في مركز ثلاثة أيضا في ملعب المنتخب الياباني. ديكيتا 14-17. تايلندي يطلق صافرة البداية في تنفيذ هذا الإرسال. التمويه دائما وإسقاط الكرة في منتصف ملعب المنتخب الياباني. تمويه أكثر من رائع. تكررت هذه اللقطة كثيرا لم تجد أي لاعب ياباني. لا زال الفارق 4 نقاط. المحاولات اليابانية شيميزو ضربة ساحقة دفاعات خلفية هندية ولكنها لم تنجح في عارة هذه الكرة. خروج ديكيتا ومشاركة يا ناغيدا. تحدثنا عن هذا التبديل وتحدثنا عن هذا اللاعب في مهمة تنفيذ الإرسال. نتابع ماذا يفعل الآن. إرسال ولكن الاستقبال الجيد في ملعب المنتخب الهندي واللقطة والنقطة الساقطة الهندية. جميل جميل هذه اللقطة وهذه النقطة أيضا. 19-15 تبديل أيضا هندي. خروج ماندوراي راجا. مشاركة لاعب هندي آخر وهو اللاعب مانديب. لاعب مترين مانديب شارك من أجل أداء مهمة
حائط صد ولكن عاد مرة أخرى بعد نقطة المنتخب الياباني 16-19. إرسال سهل، استقبال، كرة ساقطة للمرة ممكن الرابعة والخامسة المتكررة، ولم ينجح لاعبو الخط الخلفي في المنتخب الياباني في التصدي وإعادة مثل هذه الكرات. المنتخب الهندي يحاول بكل تأكيد من أجل تحقيق أفضلية هذا الشوط ويحافظ على فارق الأربع نقاط. هذه النقطة وهذه اللقطة يابانية، هواية صد هندية، الكرة تصطدم باللاعب نافجت وإلى خارج أرض الملعب 17-20. إرسال ياباني، القائد كوشيكاوا مرة أخرى من مركز أربعة، ضربة ساحقة قوية هندية. ماندوراي راجا خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب. أيضا مشاركة إيشاكاوا في المنطقة الخلفية وخروج العملاق الصغير ياموشي. 18-21، نقاط جدا مهمة. إيس رائع، تبديل موفق. لاحظ الكرة في مركز 6 في المنطقة الخلفية في ملعب المنتخب الهندي. تايم اوت، تايم اوت، وقت مستقطع للمنتخب الهندي. 21-19. اوكي ريدي باي فايت اند فايت فور ذا بوينت، فايت فور ذا جيم. جونان سلو نيو ناو، دونت ميك سلو، ريدي سيف. هذه التقنية الحديثة في التواصل بين المدربين ووسائل وأيضا موظفي الإحصاء. لاحظ المتابعة الدقيقة في عملية إحصائية المباراة ومن ثم نقلها إلى الجهاز الفني داخل الملعب. شيميزو حاضر في هذه اللقطة وهذه النقطة، تقليص الفارق إلى نقطة واحدة ودائما لمصلحة المنتخب الياباني. 20-21. خارج أرض الملعب، هذه المرة إلى خارج أرض الملعب. 22-20. قلنا انه لا مجال لإضاعة الإرسالات ولا مجال للأخطاء. المحاولات قائمة وحوائط الصد أيضا، الدفاعات الخلفية من المنطقة الخلفية، الضربة الساحقة تأتي لملعب المنتخب الياباني، كرة ساقطة ونقطة جميلة. بدأ المنتخب الياباني يمارس نفس سيناريو لاعب المنتخب الهندي. أصبح الضرب القوي لا يفيد، ولكن بنفس السيناريو إسقاط الكرة خلف حوائط الصد تعطي النقطة والأفضلية للمنتخب الياباني. 21-22. دموي 23-21 الهند. تحدثنا عن لقاءات هذا اليوم أيضا، قطر ستواجه الصين، إيران ستواجه الكويت.
ولقاءات صعبة بكل تأكيد. لحظة الكرة هناك تجاوز أسفل الشبكة لم يلاحظ الحكام في الإعادة وضحت بشكل كبير، وكانت الإعادة إفادة ونقطة 24 للطائرة الهندية في الشوط الثالث. الاقتراب من حسم هذا الشوط 24-22. برابا جاران على الإرسال، محاولات يابانية شيميزو إلى الخارج وتأتي مهما صعبة في النقطة القادمة. إما نهاية شوط أو تعادل، نتابع من خلال الإرسال والاستقبال وماذا يفعل المنتخب الهندي في هذه النقطة وفي هذه اللقطة. ديكيتا دموي نقطة بعيدة، يا سلام يا سلام على هذه اللقطة، والنقطة خارج أرض الملعب، النقطة واللقطة يابانية خارج أرض الملعب تعطي الأفضلية والشوط للمنتخب الهندي 25-23. لقطة رائعة جميلة، كان فيها جميع مهارات الكرة الطائرة، الإعداد، حوائط الصد، الدفاعات الخلفية الرائعة من خلال أيضا الليبرو الياباني، والنقطة بكل تأكيد لمصلحة المنتخب الهندي. هذه هي اللقطة الأخيرة والدفاعات الرائعة من خلال الليبرو ديفاسيو، ونقطة الشوط تأتي من خلال اللاعب المميز جوريندر. شوطين مقابل شوط ولمصلحة المنتخب الهندي في ربع نهائي كرة الطائرة الآسيوية على حامل اللقب وأكثر المنتخبات حصولا على لقب هذه البطولة المنتخب الياباني. بانتظار انطلاقة الشوط الثالث، وهذه نتيجة الأشواط بكل تأكيد، التكافؤ الندية، الاقتراب أيضا في انطلاقة الشوط المهم والأهم في المباراة. ربما المفاجأة الكبرى، المفاجأة للمنتخب الهندي بالفوز على المنتخب الياباني حامل اللقب والتأهل وحجز أول بطاقات نصف نهائي هذه البطولة. لاحظ هناك اختلاف كبير بين قرارات الحكم الاول والثاني. تابعنا في اللقطه السابقه الحكم الثاني يشير الى وضعيه والحكم الاول يشير الى وضعيه اخرى. الأهم في هذا الموضوع هو التقدم الهندي بشوطين مقابل شوط ونقطتين مقابل لا شيء. نقطة أولى أيضا يابانية. الشوط إذا ما ذهب إلى المنتخب الهندي سيكون أول من حجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي هذه البطولة. ميزو كرة سهلة بناء هجمة جديدة من مركز ثلاثة، محاولات هندية من المنطقة الخلفية بناء هجمة يابانية أيضا من مركز ستة، نقطة تعادل 2-2. الفرصة الأخيرة للاعبي المنتخب الياباني للعودة إلى أجواء اللقاء. الخسارة تعني الذهاب بخوض لقاءات المراكز من 5 إلى 8، ولكن
الفوز في الشوط سيمدد الحوار إلى شوط فاصل. ولكن يبدو أن الإصرار والعزيمة لدى لاعبي المنتخب الهندي كبيرة من أجل الوصول إلى مرحلة مهمة وإنجاز جديد لكرة الطائرة الهندية بالفوز على حامل اللقب وأكثر المنتخبات مشاركة في المنافسات العالمية لتمثيل القارة الآسيوية. أوه يا سلام يا روعة اللاعب رجا جاران صاحب المتر و93 أفضل اللاعبين المسجلين على مستوى المنتخب الهندي وكذلك على مستوى اللقاء. 19 نقطة للاعب رجا جاران. 5-3 5-3 الهند. كرة مرتدة جميلة رائعة محاولات حائط صد من القائد كوشيكاوا ولكنها لم تنجح. ارسال استقبال اعداد ضربة ساحقة من المنطقة الخلفية بحضور اللاعب ايشاكاوا متر 91. أربعة خمسة. خارج أرض الملعب 6-4. كل نقطة خاطئة ستكلف المنتخب الياباني الخروج من لقب هذه البطولة والمنافسة على الميداليات الثلاثة الأولى. الرد من مركز ثلاثة أيضا. أولى هذه اللقاءات الهند واليابان. هناك لقاء قطر والصين وهناك أيضا لقاء كوريا الجنوبية وتايلاند. مرة أخرى حوائط صد حوائط صد حاضرة في ملعب المنتخب الياباني. 7-6. Leading 2.64 immediately 3 points gone. Our 3 length 6 side angle. Immediately make it side out. Make it all. Make it side out. And then go for 2 points. Don't worry. It's only 6-7. 6-7 nothing. Or a side out. Or immediately side out needed. Okay. A jumper service. Side out converting a bike. Okay. Good. توجيهات المدرب الهندي جارودا بورام. الفعل بالفعل كانت النتيجة 6-4 للمنتخب الهندي. الآن 7-6. ولكن ليست هناك مشكلة. طالب اللاعبين بالعودة إلى أجواء اللقاء. الإرسال مع القائد الياباني كوشيكاوا. إلى داخل أرض الملعب. نقطة ثامنة تكنيكال تايم أوت. الوقت المستقطع الفني الأول في الشوط الرابع. 8-6 اليابان. Thank you.
إذن الحوار قائم بين المنتخبين والعودة القوية للمنتخب الياباني. هواية صد هندية مرة أخرى، الكرة لمصلحة المنتخب الياباني. نقطة تاسعة، ضربة قوية ساحقة من مركز أربعة ومن خلال اللاعب إيشيكاوا. نقطة تاسعة، تسعة مقابل ستة، فارق ثلاثة نقاط، بكل تأكيد فارق جيد للمنتخب الياباني للعودة إلى أجواء اللقاء من خلال الفوز بهذا الشوط. بكل تأكيد هي الفرصة الأخيرة للعودة إلى البطولة وليس العودة إلى المباراة. بكل تأكيد حضور قوي، حضور قوي دائم من خلال برابا جاران اللاعب الهندي المميز الرائع. فارق نقطتين، 7-9. ارسال هندي، اعداد ايضا خارج ارض الملعب، خارج ارض الملعب تقليص الفارق، 8-9. محاولات مرة أخرى أيضا خارج أرض الملعب، ولكن ماذا يقول الحكم الأول؟ الكرة يبدو أنها لامست حوائط الصد الأمامية في ملعب المنتخب الهندي. ياموسي إرسال فلوتر، استقبال هندي، تهيئة جاهزية خارج ارض الملعب، ايضا فرصة هندية كانت قائمة بدون حوائط صد. لا يزال ارسال مع ياموسي، والله الكرة لامست اللاعب فوكاتسو. لاحظ هذه اللقطة وهذه النقطة، دائما اللقطة صحيحة لمصلحة المنتخب الياباني. واحتسبت الكرة معادة. ارسال هندي، 9 مقابل 11. المحاولات مرة أخرى إلى مركز ثلاثة، دفاع تمركز رايح إلى مركز ستة، حوائط صد يابانية خارج أرض الملعب، والحضور الدائم وباستمرار للاعب برابا جاران. وهذه المرة ماندوراي راجا، 1.89 متر، إرسال نافج، استقبال دبويه داخل أرض الملعب أيضا. نقطة 12 للمنتخب الياباني. المنتخب الياباني ولاعبي المنتخب الياباني يحافظون على فارق النقطتين منذ الوقت المستقطع الفني الأول الذي جاء فيه المنتخب الياباني بنتيجة 8-6. الآن 12-10، فارق نقطتين حاضر. وحوائط الصد والتغطية، اتكالية في الكرة الأخيرة تعطي النقطة 13 للمنتخب الياباني. حقيقة
المنتخب الهندي يقدم أداء أكثر من رائع، واستفاد كثيرا من بطولة كأس آسيا التي أقيمت في كازاخستان، وخاض لقاء أيضا النهائي مع كوريا الجنوبية. هذه الكرة ومن خلال هذا الولد الرائع، برافو جاران، برافو 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 جاران، بهدل اليابانيين وعطل الكمبيوتر الياباني من خلال الضرب من كافة المناطق الأمامية الخلفية، إمكانيات كبيرة. دعوه سهلة مرة أخرى، برافو جاران من مركز أربعة، تصطدم بحوائط الصد والدفاعات الخلفية اليابانية، نقطة تعادل الهندية. تحية تحية تقدير واحترام لهذا اللاعب الهندي المميز حقيقة في ملعب المنتخب الهندي وأيضا في ملعب البطولة. حاولات دفاعات هندية الى مركز اثنين، حوائط صد، ربما الاعداد الى برافو جاران، ولكن حوائط الصد، اعطيها برافو جاران، اعطيها، ماشي برافو جاران، ماشي اعطيه، ممكن هو يخلص، امكانيات كبيرة واللاعب داخل جو المباراة، اعطيه. اخطاء قليلة ايضا، 14-13 اليابان. الرد السريع من مركز ثلاثة، جوفيندا راجان مترين وخمسة سنتي، لاعب مركز ثلاثة مميز، إصرار، نعم إصرار وعزيمة من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى نصف نهائي بكل تقدير. يا سلام مرة أخرى من مركز، يا حوار إلى مركز أربعة، حوائط صد، جوفيندا، جوفيندا راجان حاضر، 15-14 الهند، إذا ما وصلت النقطة 16 وتكنيكال تايم أوت ثاني، ممكن المنتخب الياباني يضع في موقف حرج في النقاط الأخيرة، 15-15. تبديل معتاد ياباني، يا ناغيدا على الإرسال، اللاعب المرسل صاحب مهمة الإرسال في ملعب المنتخب الياباني. حوار، كرة ساقطة سهلة، ربما نقطة 16 للمنتخب الياباني في اللقطة القادمة. جيميزو، كرة ساقطة رائعة، 16-15، تكنيكال تايم اوت لمصلحة المنتخب الياباني، شوطين مقابل شوط لمصلحة المنتخب الهندي.
نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني، العودة للمنتخبين الهندي والياباني. المحاولات الهندية خارج أرض الملعب، أيضا خارج أرض الملعب. 17-15 يعود الفارق بنقطتين، وهذه المرة لمصلحة المنتخب. الياباني point ready important make it decide out. Okay, no problem, one change. Okay, see, powerful jumper service, make it a hand only, don't move it, make it a hand, take it one side out is important, make it all, then we'll go. No more point. Moon point out and lead it, and the point lead side out right. مرة أخرى المنتخب الهندي يعود في اللقطة السابقة من مركز أربعة في نقطة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة. ارسال خاطئ. 19-17 نقطتين ايضا. ربما ستكون حاسمة للمنتخب الياباني للعودة بشوط فاصل. هندية، النقطة يابانية خارج أرض الملعب. تهيئة وجاهزية أيضا.
المحاولات. ونقطة 23 خلاص الشوط يبدو أننا في اتجاه شوط فاصل خامس حاسم. نقطة الشوط الرابع قبل انطلاقة الشوط الخامس. اليابان 24 الهند 20. نهاية الشوط. نهاية شوط لمصلحة المنتخب الياباني. إذن الاحتكام إلى شوط فاصل في مباراة متكافئة قوية مهمة للمنتخبين من أجل الوصول إلى نصف النهائي وإعلان أول المتأهلين. إذن قرعة جديدة وتبديل ملاعب عند النقطة السابعة. هذه حصيلة الشوط القادم الشوط الخامس. هذه النتيجة أمامكم. أربع أشواط ثقيلة مميزة رائعة وخاصة من الجانب الهندي. تم إجراء القرعة وتبليغ طاولة التسجيل بأماكن اللاعبين واتجاه الإرسال. إذن المنتخب الهندي سيكون على يسار المشاهدين، المنتخب الياباني على يمين المشاهدين. تطبيق الدوران ومن ثم ايضا البداية مع الإرسال الهندي بكل تأكيد. المحاولات اليابانية القوية. النقطة تعود شانس بول. ربما نقطة أولى يابانية. نقطة أولى يابانية بالفعل. مش ممكن، مش ممكن لاعب المنتخب الياباني يفرطوا في المباراة أكيد. لقطة سريعة. نقطة سهلة. شانس بول للمنتخب الهندي. نقطة تعادل. واحد واحد. واحد واحد. شوط من 15 نقطة فقط. ليس هناك تكنيكال تايم اوت. اوقات مستقطعة فقط للمدربين. ارسال جوفيندر اجان. بناء هجمة جديدة يابانية. النقطة الثانية تأتي من مركز اربعة من خلال ايشيكاوا. هندي رايع. 2-2.
شوطين شوطين نقطتين نقطتين مجمل لقاء الهند واليابان أولى منافسات دور ربع النهائي وحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي هذه البطولة بكل تأكيد الاستعداد إلى مواجهة بنسبة كبيرة منتخب كوريا صاحب الأرض والجمهور الرد السريع 3-3 مباراة تسير نقطة بنقطة ومن يوسع الفارق بفارق نقطتين في هذا الشوط ستكون نسبة تحقيق الفوز بكل تأكيد حاضرة ماذا؟ ماذا اتخذ الحكم التايلندي من قرار؟ لا 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 خاطئة على برابا جاران لم يلامس الكرة ولكن ضرب يد اللاعب الياباني لا خطأ خطأ أكيد خطأ إرسال قوي استقبال كرة سهلة للمنتخب الياباني الآن ربما نقطة خامسة شيميزو ولكن الدفاعات الخلفية حاضرة والنقطة خاطئة أيضا في إعادتها لملعب المنتخب الياباني من خلال برابا جاران اللاعب المميز برابا جاران هذه الكرة التي لم تعبر الحافة العليا من الشبك واحتسبت لمصلحة المنتخب الياباني 5-3 فلاسر إلى الخارج 6-3 وقت مستقطع يطلب المدرب جارو دابورا إرسال ساحق قوي رائع متمكن من قبل إيشيكاوا صاحب المتر 91 سرعة الإرسال السابق 107 حسب ما هو واضح 107 كيلو متر في الساعة إرسال قوي من قبل اللاعب إيشيكاوا العودة مرة أخرى وهذا اللاعب إيشيكاوا في محاولة إرسال مرة أخرى خارج أرض الملعب هذه المرة إلى خارج أرض الملعب 4-6 ولكن فارق نقطتين للمنتخب الياباني فارق جدا جيد من أجل الوصول إلى نصف النهائي إرسال هندي الاستقبال الإعداد الضربة الساحقة خارج أرض الملعب أيضا لمصلحة المنتخب الياباني 7-4 تبديل أيضا ياناغيدا تخصص إرسالات ياناغيدا جاهزية في استقبال الكرة في ملعب المنتخب الهندي إرسال قوي إعداد من المنطقة الخلفية خارج أرض الملعب ولكن ملامسة حوائط الصد اليابانية ملامسة حوائط الصد اليابانية نقطة رابعة هندية صحيح الكرة لامست اللاعب الياباني ياموشي نقطة تبديل الملاعب ممكنة لمصلحة المنتخب الياباني شيميزو 8-4 تبديل ملاعب لا تأخير في تبديل الملاعب بنفس ترتيب دوران اللاعبين ونفس المراكز التبديل يتم بشكل سريع حرصا من الاتحاد الدولي على توقيت المباريات وايضا على
أن يكون اللاعبون في جاهزية بدنية وعدم التوقف وبرود اللاعبين. لاحظ سرعة تبديل الملاعب ومواصلة اللقاء. إرسال مع المنتخب الياباني. شيميزو إرسال خاطئ، نقطة سادسة، ولكن لا يزال الفارق نقطتين. ستة ثمانية. محاولات مرة أخرى. شيميزو نقطة تاسعة لشيميزو الياباني. تسعة ستة. الإرسال الياباني مع القائد كوشيكاوا. إرسال قوي، استقبال رائع، إعداد تمويه من المنطقة الخلفية. يأتي اللاعب برابا جاران. يطالب لاعبيه بالإصرار والعزيمة من أجل تحقيق الفوز. جوفيندا راجان الآن. سبعة تسعة. الاستقبال، الاعداد، التمويه خارج أرض الملعب. ثمانية تسعة. وقت مستقطع ياباني. وصلنا إلى قرابة الساعتين في هذه المباراة. حاولات قائمة مرة أخرى إلى ملعب المنتخب الياباني. نقطة عاشرة من مركز أربعة. تبديل، تبديل، مشاركة صانع ألعاب بديل. يتميز أيضا بالطول. وإرسال في لوتر ياموشي. استقبال هندي، إعداد إلى مركز اثنين. كرة سهلة، شانس بول للمنتخب الهندي. محاولات قائمة من مركز ثلاثة. دفاعات يابانية رائعة. خطأ. اكتساب الكبرى دبل على اللاعب شيميزو في إعدادات الكرة من المنطقة الخلفية. لاحظ هذه كرة اللاعب شيميزو. إرسال هندي خاطئ. مو وقته، مو وقته يا جوريندا. 11-9. فارق نقطتين، أربع نقاط فقط تفصل المنتخب الياباني لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي. المحاولات الهندية، كرة سهلة، ربما نقطة 12 للمنتخب الياباني من مركز أربعة. الكرة إلى الخارج. فرصة تأتي للاعب المنتخب الياباني ولكن لا يستفيد من هذه النقاط. 10-11. جاهزية لاستقبال هذه الكرة من خلال اللاعب ماندراي الراجا. المحاولات اليابانية أيضا إلى الخارج. 11-11. أوه، لو فاز الهنود في هذه المباراة. إنجاز وتألق وإصرار بكل استحقاق. 11-11. شوطين شوطين. والإرسال الهندي. المحاولات اليابانية، الضربة الساحقة، الدفاعات الخلفية الهندية، الإصرار
من قبل لاعب المنتخب الياباني. حائط صد خارج ارض الملعب 12-11. لقطة اللاعب نافجت الى الخارج. كرة سهلة للمنتخب الهندي. محاولات دفاعية هجومية للمنتخب الياباني خارج ارض الملعب نقطة 12 تعادل. اخطاء من لاعبي الخبرة سواء على مستوى شيميزو او القائد كوشيكاوا. تبديل هندي. خروج موهان. ومشاركة القائد رانجيت. نقطة يابانية نقطة بنقطة، لا مجال لأي خطأ، أي خطأ قد يكلف الفريق الخروج من هذه البطولة وهذه المنافسة. خروج القائد راجنت بعد محاولة صد لم تنجح في عارضة الكرة في ملعب المنتخب الياباني. ارسال 13-12. الشوط الفاصل الحاسم المؤهل الى نصف النهائي. يا سلام يا روعة برابا جاران. 13-13 داخل ارض الملعب في مركز 6 في المنطقة الخلفية في ملعب المنتخب الياباني. واضحة نقطة مهمة. ارسال هندي. موهان صانع الالعاب. الاستقبال الاعداد والضربه الساحقه تعود سهله للمنتخب الهندي. محاولات من مركز 2 حوائط صد نقطه 14 يابانيه. المنتخب الياباني نقطة شوط. ارسال الاستقبال الهندي. الاعداد دفاعات. هل ينتهي اللقاء؟ شيميزو ينهي اللقاء وينهي هذا الشوط. 15-13 فوز ياباني تأهل إلى نصف النهائي. ولكن برافو المنتخب الهندي للكرة الطائرة على هذا الأداء الرائع الراقي على المستوى الآسيوي. إذن وعبر قنوات بين سبورتس الرياضية كنا معكم في نقل هذه المباراة وأيضا المنافسات والمباريات القادمة في هذه المرحلة. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم عبد الله أمين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.